حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في صباح الخير يا كويت. تعتبر آلام الظهر من الحالات الطبية واسعة الانتشار، وهناك فئة كبيرة من البشر يعانون من آلام الظهر التي قد تظهر في أجزاء مختلفة من الظهر، ولكن أغلبها يرتكز أسفل الظهر. أكيد عبد الرحمن، بالفعل تظل آلام الظهر أكثر الآلام المزعجة والأكثر شيوعا بسبب العمل المتواصل، وبعد عندنا الممارسات الخاطئة اللي يقوم فيها البعض. في تفاصيل أكثر اليوم إن شاء الله في حديثنا، حيكون معنا العقيد الاستشاري عبد الرحمن أحمد الكندري، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والمناظير بمستشفى جابر للقوات المسلحة. صباح الخير دكتور. صباح النور، حياك الله معنا. هذا من أهم المواضيع اللي نتكلم فيها أمانة. أولا وش نصبح عليكم على مشاهدينا الكرام، يا رب اكون ان شاء الله ضيف خفيف عليكم ان شاء أكيد. الله باذن الله دكتور. نبي نعطي المشاهدين بس نبذه تعريفيه عن الام الظهر شنو هي. زين، الالام هو طبعا هو تعريفه لغويا هي احساس وشعور سلبي بعدم سعاده بسبب ضرر نسيجي. يعني شنو معناته؟ الخليه تتاذى فتعبر نفسها بالم على اساس ان الجسم يعرف انه والله في مكان معين عندي ضرر، بس شكل الالم يفرق من مكان لمكان. لو ناخذها مثلا على مثلا البطن والامعاء فيعطيك على شكل شلون مغص، انقباضات. بينما لو مثلا بالعصب تقول لك والله كهرباء او لسعه. بينما لو الجلد يقول لك والله ضربه سكين. صح، يفرق الشكل يعني. نعم صراحه دكتور قلت نقاط مهمه جدا، لان هذه الالام احنا نتوقعها انها تكون بسبب امر مختلف ومغاير عن اللي قلته، لكن اذا بنتكلم عن انواع الام الظهر اليوم ودنا شويه نوضحها للساده المشاهدين. زين، الام الظهر طبعا هو يفرق، يعتمد على شنو خلايا الموجوده بالظهر نفسه. طبعا هو 75% نتكلم عن ديسك مثلا، و25% اللي هو المفاصل والعضله. حلو. هذا اغلب المشاكل، بينما الديسك نفسه هو اللي يسبب لك الالام الكبيره بالموضوع نفسه، ولكن اعراضه واشكاله تفرق بين كل واحد. من كذي احنا ناخذ الكلام من المريض، وبناء على الكلام نفحص المريض. لما نفحص المريض نعرف والله احنا شنو الفحص المطلوب بناء على. هل يكون كلامه دقيق دائما دكتور؟ يعني ممكن يعطيك بالضبط يعني المكان والتفاصيل هذه تكون مهمه عندكم؟ اي جدا جدا. والمريض دائما لما يجيك يدري المسكين، ويبي على قولتهم يبي ان انت تساعده. اي فيكون اكثر شيء يكون صادق وامين معك. إيه، راح يقول كل شيء، كل شيء ما راح يجدد. اي من الخوف. صحيح. نعم، وبعرف انك كذلك. من اكثر الناس اليوم اصابه بآلام الظهر؟ الرياضيين، كبار السن، الاطفال، يعني النسبه الاعلى منه؟ وهو شوف النسبه من الاعلى طبعا بين النساء والرجال نفس الشيء امانه. ولكن احنا لو نقيسها مثلا شنو اسبابها، لو ناخذها من الصغار بالعمر اكثر شيء طبعا هي الاصابه، سواء الشباب ولا البنات. الكبار بالعمر اللي هم احنا نسميه الخشونه. زين، بسبب تقدم العمر، والتقدم العمر عباره عن قله اوعيه دمويه. يعني هذا شيء طبيعي. وهذا امر طبيعي طبعا. نعم. بس ولكن نقدر نتفاداه اذا كان مثلا من صغير وهو مثلا تمارين ومثلا حمام سباحه او شويه رياضه، فبالتالي الاوعيه الدمويه تكون موجوده محافظه عليه، فيعيش العمر كله بدون الام او بدون خشونه نقدر نقول. نعم، نتمنى يعني اكيد ان الكل فعلا يعيش حياه طبيعيه وصحيه، لكنك ذكرت نقطه وايد مهمه دكتور، يعني نبي نوضح فيها. الشباب هم اكثر عرضه لالام الظهر. صح. واكثر. صح. شكوى يمكن. صح. شنو هي الاسباب؟ احنا قبل الهواء ترى وايد كان في تفاصيل، يعني فعلا يمكن احد الاسباب الرياضيين، ودنا نوضح شويه دكتور. صح، هو طبعا هو بالنسبه حق الرياضه. اي المشكله ان اللي قاعد يصير اللي هني بالكويت للاسف النوادي، وانا يمكن انا ماني ضدهم، ولكن لازم اوضح الشغله هذه، انه مثلا يدش الرياضي النادي على ما في تسخين ولا احماء على طول، تصدى بالحديد اللي يصير حديد او شيء اوزان، فتلقى التمرين على طول ثقيل عليه، واخر شيء مثلا تلقى ظهر قام او ديسكه انظر، فيقول لك انا والله شيء زوال المدرب وين شيء، يقول لك والله ما كان يمي. فبالتالي انا دائما انصح اللي هي التسخين والاحماء ما قبل التمرين. المشكله الحين كلها ابلكيشنات يشوفون التمارين. أي أي أي. ولا يدشون يطلعون فيديوهات. صح. ويروح يطبق بالنادي. صح، وكل ما يقول لك انا اشيل اي وزن اكثر معناته انه لا يقول خفيفه. اي شد اروح على جوله جولتين وبعدين حاشا شد ولا تعور. صادق والله. بس انا توقعتك تقول كره القدم، العموم كره القدم هم فيهم اصابات. كره القدم ما تصير اكثر شيء بالاصابه بالقدم، تصير بالكاحل بالكتف. أي. لان بسبب الرياضه. نعم. صحيح. يعني ما تكون بسبب مثلا ما تسبب آلام الظهر او مشاكل. نادر امانه، ولكن طيب دكتور يعني هم في نقطه ودي شويه اوضحها، هم من خلال حديثك احنا نبي نوعي الساده المشاهدين. صح. حضرتك قلت قبل الهوى ان احنا حريصين على توعيه الساده المشاهدين. صح. بالنسبه للرياضه وذكرت. صح. احنا طبعا ما نمنع الناس من الرياضه، والرياضه جزء اساسي في حياتنا. صح. لكن شنو المشكله مع الاوزان؟ يعني اذا شخص شال وزن. صح. يعني وفي بعض الناس يعتقدون ان انا لما اشيل وزن راح افيد جسمي وافيد صحتي ولياقتي. صح،
هو شوف الجسم هو له طاقة معينة، زين الطاقة هذه يتحملها، ولكن إذا كانت الطاقة عليه أكبر اللي هو نقدر نقول وزن أكثر، معناته أن الطاقة أو الخلية هذه ما تتحمل الوزن اللي جاي لها فتنضر. فلما تنضر نفسها تلقى أنت اليوم ما حسيت بألم باكر ولا حاس بديسك، مجرد الله يعزك تربط جوتيك أو شيء تلقى ظهرك قام. ليش؟ بسبب شغلة واحدة، ماكو تسخين ولا إحماء. مجرد تسخين ولا إحماء الاسترتشات تزيد، الأربطة تتمدد، فبالتالي لما تبلش أوزان خفيفة شوي شوي العضلة تشتغل هنا. ذاك الوقت لما تشيل وزن ثقيل شيل وزن ولكن بحدود المعقول. ودائما أنا أنصح حمل الأثقال أو التمارين العنيفة ثلث وزنك، يعني إذا كان وزنك 60 أقصى شيء تشيل 20 كيلو. إذا تبي جسمك يكون صحي وتعيش العمر كله بدون آلام. حلو حلو، وهذه قاعدة حلوة نعتمدها اليوم. يا ليت والله كنصيحة، وبالفعل وايد ناس يغفلون عنها. نعم. ثلث وزنك وأنت بالسليم إن شاء الله. وسوي تكرار. ليش وزن ثقيل؟ سوي تكرار. صح صح. مو من أول شيء تشد حيلك عشان ما يحوشك الإصابة. أحيانا بعض الناس تحوش الإصابة أثناء التمرين. صح. ويرجع البيت متعور بس إنه ساكت. ولا يقول لك خذ لك مخخ من صيدلية ولا أي مرهم وأمورك طيبة، ويسكت عن الألم 3-4 أيام. متى يحتاج يراجع الطبيب؟ هو شوف يراجع الطبيب نفسه إذا مثل ما تفضلت إذا استمر وياك الألم. الشغلة الثانية تحس إنه يوم عن يوم أنت لا أسوأ من اليوم اللي قبله. وعادة إذا كان شد عضلي يومين ثلاثة ويفتش عدل؟ صح. ولكن إذا كان عصب أو ديسك طالع يكون معناته أنه ألم شديد. يقول لك لا والله دكتور قام ينتقل لريولي اللي هو يسمونه عرج النسا، ويزيد مع الكحة والحركة عليه محسوبة، تحس أنه لا، وتحس أن المريض فيه خوف. فبالتالي هني لا، أقول لك لا هني تعال خلي يشوفك الدكتور على أساس شغلة واحدة، يفحصك بناء على الفحص يطلب لك الفحص المطلوب سواء من رنين ولا أشعة مقطعية وغيرها. فالموضوع ما فيه إذا زاد عليك الألم أو إذا انتقل أو كهرباء اللي وصلت لريولك ذاك الوقت نقول لا، مراجعة الطبيب مهمة. إن الشخص لا ينطر على نفسه أكثر، ممكن تتفاقم حتى حالته. يعني للأسف لازم يكون الإنسان واعي أكثر، خصوصا أن بعض الناس عارفين أن السبب شنو هو ويكون عنده واضح. طيب دكتور شلون يتم التشخيص؟ يعني اليوم يالك الشخص وعنده هذه الآلام، كيف يتم التشخيص؟ ودنا نشرح هذه الآلية شلون مثل ما قلت لك مثال، المريض لما يدخل عندك يكون أكثر شيء أمين وقاعد يقول لك بالضبط اللي قاعد يصار وياه. هذا طبعا لما تاخذ الحاله وتعرف من وين انت قاعد تمشي، سواء ديسك ولا مفصل ولا عضل، الفحص مهم جدا. تفحص المريض وبناء عليه تطلب الرنين المغناطيسي ولا اشعه، بالتالي الصوره توضح لك انت وين قاعد تمشي. وبناء عليه تحط خطه علاج حق المريض. ماكو شيء اسمه والله لا انت تاخذ ادويه وتوكل على الله. ماكو شيء في شيء اسمه والله في وقت الالم، في شيء اسمه ماكو عندك الم تسوي تمارين معينه، ياكل الم راحه ومسكنات. فبالتالي المريض عارف وهو ايش قاعد يسوي وتشوفه بعد شهر، فبالتالي يحس ان المريض انه لا والله في دكتور، ويحس انه مثلا احنا نسميه لما يطيح في مكان ناعم ان الدكتور معاه. اكيد عرفت شلون؟ صحيح. لكن اليوم طرق العلاج تختلف، اليوم من طبيب الى طبيب اخر، ممكن واحد ينصحه انه يسوي علاج طبيعي ولا تمارين معينه، وشخص اخر ممكن يعطيه ادويه ويقول له خلاص روح. صح. ولا واحد يقول له بس لا استريح ببيتكم يومين ويروح عليك العوار. فعلى اي اساس يتم تقييم العلاج؟ وشنو هي يعني اشهر طرق للعلاج الاصابات هذه؟ زين خلينا نمشي على العلاج التحفظي، ايش رايكم؟ خل المواضيع الثانيه اللي يهمها الابره وشيء. علاج التحفظي دائما اقول لهم انا وقت الالم لا تسوي ولا شيء، لا تمرين ولا حمام سباحه ولا استرتشات ولا شيء. ليش؟ لان الموضوع وقت الألم نفسه الديسك يكون حاش العصب، فالعصب يطلع ماي، فديسكك وقت الألم سببها رطب ديسكك. فبما أن اسمه ماي بالديسك نفسه هنا يأخذ له 5 أيام و10 أيام يمتص الجسم، لأن ماي غريب يعتبر. زين في الحالة هذه بس راحة ومسكنات راح يمتص الجسم، ولكن متى ما خف عليك الألم وتحس أن الآلام فتشت منك ذاك الوقت مهمة الاسترتشات والحمام سباحة. فبالتالي تحس أنك أنت لا أنا مشيت صح. وأنا أوعدك هذه الطريقة لو تمشي عليها 85-99% نتيجة جدا مبهرة. نعم، وإحنا نبي 99% لأن هو العلاج الفعال، أن الواحد يتخلص من هذه الآلام فعلا ويعيش حياته من غير آلام مزعجة. صح. وممكن تعرقل حتى حياته. في كثير من الأمور المنتشرة يعني اليوم سوشيال ميديا وغيرها وطرق، إحنا بندخل بعد شوي بتفاصيل، لكن أنا ودي أذكر موضوع الإبر الجافة. والحجامة، وكثير من الأشخاص يقولونها مفيدة لعلاج آلام الديسك. مدى صحة هذا الموضوع دكتور؟ نعم. شوية نتأكد من بعض التفاصيل. إنزين نتكلم عنها شوية، خلنا نأخذها شوية بس قبلها معلومة، أن العصب أول ما يطلع من العمود الفقري يعطي عصب صغير حق عضلة الظهر. زين فالوقت الألم نفسه لما يكون عندك بسبب ديسك يكون العضلة شادة بسبب أن منبع العصب متأثر.
فالعضلة تكون شادة، الحيامة والكهرباء وغيرها والعلاج الطبيعي هذه كلها حق العضلة وليس للديسك نفسه. عرفت الفكرة؟ فيصير عملية اللي هو الاسترخاء العضلة، عرفت أي؟ نعم. فالموضوع ما فيه إن أنت هذول الطرق كلها حق العضلة وليس للديسك. يمكن يخف عليك الأعراض ولكن الديسك يظل موجود. نعم. فتعتبر طرق بديلة يعني هذه. طرق بديلة لعلاج العرض وليس للديسك. والعضلة. والعضلة. أي. أي بالضبط. بس مو للديسك نفسه. صحيح. وإن شاء الله ما يحتاج تدخل جراحي إذا كان الموضوع. وهو دائما أنا أقول لهم تدخل جراحي آخر شيء. آخر حل. أمانة يعني. نعم نعم. طيب دكتور، أيضا في بعض وسائل السوشيال ميديا وغيرها بعض العلاجات الطبيعية، في ناس تروح بعض الأشخاص تقول لك إنه هو مختص يطقون الظهر وغيرها، وتقول إنه هو يحس منتشر عاد الحين هذا يطق الظهر. أنا بنشوفه أخف. هل هذه العلاجات ممكن تكون على أيدي مختصين تعطي نتيجة فعالة؟ نعم. ولا لازم استشاري أول شيء يشرف على الحالة من بعد؟ أنا ودي أعرف هالموضوع هذا. زين. وهو شوفي بالنسبة حق اللي هو مثل يقول لك والله تعال نسحب ظهرك على أساس أن ديسكك يرد مكانه أو شيء معين، هذه لم يثبت علميا أمانة. ليش؟ لأن الشكل هم لو تشوف شكل مثلا أثناء العملية أو التشريح التعقيد أو سبحان الله ربك خالق العمود الفقري بشكل رهيب. إنزين مجرد أنه يطلع الديسك نفسه صعب دخوله أو خروجه مكان دخوله مرة ثانية. إنزين حتى إحنا كجراحين لما ندخل العملية ما نرده بصبعنا أو شيء، نقوم نقطع اللي طالع بس، عرفت شلون؟ فيقول لك انه والله تعال نمقض ظهرك على اساس انه يرد الديسك مكانه، هذا ما مستحيل. صحيح. الشغله هذه لعبه تركيب صارت. بالضبط. اي بالضبط. يعني هو الموضوع ما فيه يعني، والدليل انه يقول لك والله تعال واحنا نسوي لك صور ما قبل وبعد. احنا عاده انت لما تطيب تروح تسوي رنين مغناطيسي؟ لا خلاص تحس انك تخلصت من. فهو يقول لك ما قبل وبعد، يعني شويه الموضوع وما فيه شويه. هو يعني يزيد الحاله يعني ولا ممكن تحسن بسيط او مثلا لحظي يعني؟ هو يصير عمليه حق العضل وليس للديسك. اي الديسك إذا طلع مثل صبة البيت، المقاول القشيم وطلع لك يا شوية. هذا شيء تفاصيل معقدة الحين. فالموضوع ما فيه لازم ينقص أساس أنك أنت المريض يخف. دكتور بيشرح لنا بكل الطرق السهلة البسيطة، إيش اللي يفهم بالمنيال راح يفهم. أنا أتوقع لازم الناس الحين وهم يشوفون اللقاء بعد شوي يفتحون جوجل ويشوفون صور الديسك، يعني عبالهم الناس أن الديسك يرد مكانه وسهل وسهل ورد. لازم يشوفونه بعينهم الديسك ويشوفون صور الديسك شلون صايرة. جدا شيء مخيف. صحيح. نعم أكيد يحتاج إلى مختص، هو شخص محترف تعرف أساس إنه يجري هذه العملية مثلاً إذا تفاقمت أكيد. نعم. تفاقم الموضوع. نعم دكتور، يعني هم أنا عندي سؤال أمانة، يعني كوني كامرأة يعني أفكر بأمور يعني تخصنا إحنا السيدات. صح. الكعب يعني إحنا يمكن أبرز بشيء، يعني أنا عادي أكون صريحة يعني. أي. واحدة من الناس اللي تتصرف بهالطريقة هذه. أي. إن أنا ممكن عزكم الله ألبس الكعب ممكن يأثر على الظهر ويسبب مشاكل. نعم. شنو هي أبرز المشاكل اللي سببها يعني بشكل سريع؟ أنا أدري. نعم. هو الموضوع جدا عميق، وشلون نحلها؟ صح. يعني أنا الحين لابس الكعب أبي علاج إذا صارت. لا وما يصير ما نقدر. إنزين. هو الكعب هو بكل شنو، هو باختصار بس الكعب لما إحنا نرفع الرجل نفسها الجسم كله يتكي على بس القطعة الأمامية من القدم عدل. بينما إحنا الجسم هذا يحتاج الريور كلها. يعني يكون في ثقل. يكون ثقل كله على القطعة الأمامية، ولكن في الحالة هذه شنو نسوي في البنات؟ تقوم ترد ظهرها لورا على أساس إنه يتوازن الكعب اللي لابسته. أي. فلما توازن الشغلة هذه يصير الضغط وين يصير على الظهر. فنسبة إنه يصير أول شيء عندهم إذا بداية بسيطة يسبب شد عضلي، ولكن إذا مثلا استمرت بشكل رهيب احتمال كبير تسرع الخشونة ويطلع لها الديسك أمانة يعني. والبنات اللي تلبس الكعب أو شيء وعندها ديسك دائما أقول لهم لا تلبسون، أو إذا بتلبس إنش واحد ولا إنشين وبس ويكون عريض. عرفت إيش؟ يعني كلام صح على أي بالضبط. أي. بس في تمارين معينة مثلاً أو قلت لي حمامات السباحة ممكن. الحمامات السباحة يعني والله يا ليت إن الحمام السباحة يكون جزء من حياة الشخص نفسه. أي. لشان الحمام السباحة يقوي العضلات الأربع الجدام ووراء، فبالتالي الجسم يتكي على العضل وليس على الديسك. نعم. عرفت الفكرة؟ ولو تلبسين كعب ذاك الوقت اتس اوكي. نعم. اوكي الحمد لله لقينا الحشو. اي بالضبط. الحلول موجودة. دكتور مشكور على وجودك اليوم معنا. ان شاء الله مشاهدين استفادوا من هذه المعلومات الحلوة الخفيفة، ونسأل الله السلامة ان شاء الله لكم جميعا، وان شاء الله الواحد يكون حذر على صحته. صحيح. سواء في تمارينه اثناء النادي او في لبسه للاشياء النسائية اللي هي شنو مثلا الكعب وغيره واي شيء رفيع يعني عموما يؤدي الظهر، فان شاء الله تكونون دير بالكم. يعطيك العافية. مشكور دكتور. مشكورين. شكرا دكتور. يعطيك العافية. فعلا يعني دائما الإنسان يقول أنه أخذ المعلومات من الأشخاص المختصين أخذ الفائدة أكثر. الحين راح نخلص من موضوعنا اللي كان فيه كثير من الفائدة وننتقل إلى نواف. ونواف شنو فقرتك الجاية؟
يعطيكم العافية على هذا اللقاء المعلوماتي والشرح يعني الطيب، وعسى الله شافي الجميع، وشكرا لضيفكم الدكتور عبد الرحمن. مشاهدي الكرام، من الفقرة الحوارية ننتقل إلى هذه الفقرة، ولما تكون النوايا صادقة وطيبة فصاحب هذه النوايا راح يكون أسعد الناس أيضا أكثرهم راحة. فقرتنا القادمة مع جنان الجناعي وهذا الشرح لهذه الفقرة.